هذه المشاهد لمطبخ دوار من داخل عزبة خير الله. أبطاله سيدات من سوريا ومصر يصنعن أشهى المأكولات مع خدمة التوصيل. قام بالمشروع إحدى مؤسسات المجتمع المدني. ندى الشاذلي واحدة من العاملين على هذا المشروع وهي المسؤولة عن الجانب التسويقي. كان عزبة خير الله وده أضاف لنا بعد جديد في التجربة، إننا ليه كمان جنب ما إحنا نخدم السيدات دول إننا نعمل حاجة تخدم منطقة عشوائية محتاجة خدمات كتير زي منطقة عزبة خير الله، مليانة أسر فيها سيدات بيحتاجوا إن هم يشتغلوا بس ما عندهمش أي مدخل إن هم ياخدوا تدريب أو يطوروا من مهاراتهم أو يحسنوا من مستواهم. ففكرنا إننا نعمل المكان في عزبة خير الله يشتغل معانا سيدات سوريات ويشتغل معانا سيدات من عزبة خير الله، نوفر لكل حد فيهم تدريب في الحاجة اللي هو محتاجها، فرصة عمل ليهم كلهم، وشكل من أشكال الدمج المجتمعي ما بين السوريات والمصريات. فكنا بنتعامل مع عدد كبير من السيدات بيجولنا دوار، وكانت التجربة رائعة جدا التعامل معاهم. بس كنا دايما بنفكر انه الناس دي بتيجي عندنا في المكان بتعبر عن نفسها وبيبقى فيه شيء من الريليف او الراحة بسبب الظروف القاسية اللي هم اتعرضوا لها، ان هم سابوا بلادهم بسبب الحروب اللي فيها، لكن في الاخر بيروحوا بيوتهم، واغلبهم كان بيبقى عندهم مشاكل في الشغل بسبب وضعهم كلاجئين. بدأنا في الأول إننا نبيع الأكل المحفوظ اللي هم بيعملوه زي المكدوس وزي اللبنة السيدات السوريات بشكل أساسي، لأنه هم كلهم كانوا رائعين جدا، طهيات رائعات جدا، بس ما كانش بيبقى عندهم مشاكل ان هم يبتدوا البيزنس بتاعهم في الطبخ او الاكل البيتي. فبدأنا ان احنا نبيع الحاجات دي، وبعد كده حسينا اننا عايزين نعمل حاجة اكبر وحاجة توفر مصدر دخل ثابت ويعتمد عليه بشكل اكبر. كانت في البداية فكرة انه يبقى في مطعم في وسط البلد، بس ده تكلفته كانت عالية جدا، ففكرنا في فكرة انه يبقى مطبخ بيعمل خدمات تقديم الطعام او الكيترينج وهم يشتغلوا فيه، واحنا نوصل الاكل لكل الاماكن في القاهره. الشيف الرئيسي مها بشار جاءت مع ابنائها من سوريا وتولت مسؤوليه الفريق، فهي من يقوم بتحديد الادوار والاشراف على سير العمل. وشاءت انه اختارونا انا ومجموعه من سوريات ومصريات انه نعمل هالمشروع، من هو منه إنساني مجتمعي لتطوير عزبة خير الله، ومنه هو دعم للاجئات السوريات. وابتدينا هون هاي بشهر الخامس 2017، وكانت البداية شوي صعبة لبين ما تأقلمنا وعرفنا وأخذنا وعملنا خبرة، يعني صار فيها عندنا خبرة، وانطلقنا من هذا الموضوع ولقوا كل الأمور تمام الحمد لله، ونعرفنا بشكل واسع. العمل يسير بطريقة منظمة وسلسة نظراً للتفاهم والتوافق بين كل المتواجدين في المطبخ. الخلاف الوحيد ربما يكون حول هل طريقة الطهي المصرية هي الأطعم أم السورية. نشتغل في الأكل السوري والمصري، وتعرفت انا على واحده صاحبتي سوريه علمتني الاكل السوري، فبعد سنتين كنا بنشتغل بطريقه عشوائيه شويه في البيت، يعني اوردرات صغيره وكده. بعدين سمعنا ان في مطبخ كبير هيتفتح سوري، فرحنا جدا، جينا حضرنا كورسات، وبعد كده صار عندنا شغل وابتدينا نشتغل يعني في الاكل السوري. لينا شغال في مطبخ دوار اسره واحده، وبصراحه بنحب بعض، وده اكيد بيأثر على الاكل، لان الاكل طبعا بيطلع من القلب للقلب. وانا اكتسبت هنا طبعا حاجات كتيرة صراحة من ساعة ما شغلت، انا شغالة بقالي 6 شهور، بس اكتسبت هنا طريقة الاكل غيرتها لولادي، وطريقة التعامل مع الناس، وطريقة الحب اللي هنا بجد والله بتعامل بها برا. وبيجي لنا اوردرات للمطبخ، في ناس بتطلب الاوردرات هي بتعمل منيو، في ناس بيقولوا لنا حضروا لنا المنيو، بجهز المنيو حسب انواع الاكل، عاوزين نباتي، عاوزين اكل بلحمه، في ناس نباتيين وفي ناس بتاكل لحمه. مطبخ دوار شكل طوق نجاة للعاملات فيه، بل وساعدهن على تعلم مهنة تنفعهن في المستقبل من خلال تطوير مهاراتهن في الطبخ على أيدي أمهر الشيفات من خلال دورات تدريبية قبل البدء في المشروع. مطبخ دوار ليس فقط من أجل إعداد الأطعمة والأطباق المصرية والسورية، ولكن هناك أيضا تدريب فن الطهي لكل من يرغب في أن يتعلم فنون وأساسيات المطبخ السوري. فسانت أكرم، أميل.